ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل حسين. دكتور غازي، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. بداية، عرفنا على القواعد العراقية لمنح جواز السفر الدبلوماسي ومن هي الفئات المشمولة بحمله. نعم، شكرا جزيلا. أعتقد القواعد واضحة ومحددة بصورة عملية في لائحة صدرت عن مجلس الوزراء طبقا لقانون الجوازات رقم 2 طبعا اللائحة في 2011، لكن مع الأسف يبدو عدم التزام الجهات المعنية بإصدار جواز السفر العراقي بالالتزام بهذه التعليمات. طبعا هناك جواز السفر الدبلوماسي، هناك الجواز الخاص، هناك الجواز الخدمة اللي يصرف للمدراء العامين أو للمتقاعدين من الشخصيات الإدارية اللي تحدد بقانون، إضافة لجواز السفر الاعتيادي. لكن في الأساس لا يمكن أن يصدر أو يعني يسلم جواز سفر دبلوماسي إلى أي شخصية بدون موافقة وزارة الخارجية. وزير الخارجية هو مسؤولية مباشرة أمام الجهات الرسمية في مسألة إصدار جواز السفر الدبلوماسي. طيب، طبقا للائحة وطبقا للقوانين. طيب دكتور، أنت قلت بأنه اللوائح واضحة لمن يعطى هذا الجواز الدبلوماسي، ولكن هناك أنباء تتحدث عن منح جوازات دبلوماسية لمودلز، عارضات أزياء، فاشينيستات أيضا، يعني مشهورات على موقع التوك توك لهذا الجواز الدبلوماسي. كيف تعلق على ذلك؟ هذا خطير، هذا خطير. يعني هذا نوع من العبث بالقوانين العراقية، بالنظام، وأيضا انتهاك للقانون الدبلوماسي الدولي اللي حدد طبيعة البعثات الدبلوماسية، أعضاء البعثات الدبلوماسية، الدبلوماسيين. مسألة أخرى خطيرة مهمة اللي هي مسألة الحصانات اللي يتمتع بها الدبلوماسي العراقي، الحصانات المادية، الحصانات المعنوية، الأدبية، القانونية. القانون الدبلوماسي، من يحمل هذا جواز سفر الدبلوماسي يتمتع بامتيازات خاصة. حتى عضو البرلمان، رغم أنه ليس هو بدرجة دبلوماسية في وزارة الخارجية، لكن مع ذلك يحظى برعاية، لكن لا يحظى بالحصانات الدبلوماسية اللي تمنح للدبلوماسي في القانون الدبلوماسي الدولي. لكن اليوم لما نشوف بائع فردات مثل ما شفنا بأحد النماذج في إسطنبول يحمل جواز سفر دبلوماسي أو التوك توك أو الراقصات أو غيرها، أولا السؤال الكبير، يعني لماذا منح هذا الإنسان جواز سفر دبلوماسي في الوقت اللي ممكن يحمل الجواز السفر الاعتيادي ويسافر بصورة طبيعية؟ أيضا هناك نقطة مهمة، من يحمل جواز السفر الدبلوماسي إذا يريد يأخذ تأشيرة، إذا هو بغداد عليان يروح لوزارة الخارجية العراقية حتى تفاتح السفارة المعنية أو القنصلية من أجل منح التأشيرة. زين، سايق توك توك عنده جواز سفر دبلوماسي، كيف يروح إلى وزير الخارجية ويقدم له طلب يقول له أقدر أسافر الفرنسا وسافر المصر وأرجو أن تفاتحون حتى أخذ تأشيرة؟ هذا غير ممكن، مستحيل. فبالتالي يعني هناك خلل كبير. أكيد المسألة هي مسألة فساد ورشاوي، ومن يأخذ الجواز سفر الدبلوماسي إذا كان راقصة أو فنان أو غيره، يعني مع احترامنا لكل الناس، هذه الجوازات تكون قد صدرت بدون علم وزير الخارجية دكتور؟ يبدو 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 يعني أشبه بالتزوير للوثائق، بمعنى ممكن تزوير كتب تصدر من وزارة الخارجية تفاتح بها وزارة الداخلية، وبالتالي الداخلية تصدر هذه الجوازات بناء على وثائق مزورة. طيب، لأن لا يمكن، أنا ما أعتقد السيد وزير الخارجية يفاتح وزارة الداخلية مسألة الجوازات حتى يصدر دبلوماسي إلى راقصة أو توك توك أو عامل أو أي إنسان، مع احترامنا لكل المهن، أو بائع الفردات اللي موجود في إسطنبول. يعني لا يمكن أن نفهم هذه المسألة بدون وجود فساد أو الجوازات. كيف؟ ما إمكانية سحب هذه الجوازات؟ طبعا إمكانية جدا بسيطة، لأن كل هذه الجوازات قد ما صدرت، وحتى لو كانت بوثائق مزورة بتوقيعات مزورة، أكيد موثقة في منظومة مديرية الجوازات والجنسية في بغداد.
يعني اللي أصدرت هذه الجوازات وموثقة أكيد على منظومة الخاصة بإصدار الجوازات بكل التفاصيل، يعني وحتى الكتب المزورة يفترض أن تكون موجودة. يعني لا يمكن أن يصدر جواز، وخصوصا اليوم إصدار الجواز بأجهزة إلكترونية موثقة كل المعلومات، وبالتالي ممكن العودة إلى إجراء كشف. وقد يعاقب حامل الجواز المزور إن أثبت أنه مزور دكتور بحسب القوانين؟ طبيعي 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 طبيعي، مثل اللي زور شهادة. من أصدر له الجواز؟ كلاهما، يعني من كان وراء هذه العملية ومن قدم رشوة، أو هناك علاقة شخصية، أو أكو دوافع ذاتية، ما نعرف بالضبط يعني شنو الدوافع الذاتية وراء الأشخاص اللي زوروا واللي أصدروا هذه الجوازات، والأشخاص اللي دي يستخدمون هذه الجوازات. هل هناك أسباب على سبيل المثال للتهريب، لأنه يعتقد أنه عنده حصانة ما يحمل جواز سفر دبلوماسي، وبالتالي لا يسائل في الجمارك أو في الحدود، ممكن يهرب. يعني ما نعرف بالضبط ما هي الدوافع والأسباب اللي أنتجت هذه الظاهرة، لكن التحقيقات، العودة إلى أصول المكاتبات من وزارة الخارجية إلى الداخلية، الوثائق اللي موجودة سواء كانت مزورة غير مزورة، كيف تم إصدارها، لماذا هذا الشخص أيضا يتم التحقيق وياه. نعم. يعني أنت سايق توك توك أو تباع لفرداد زين، أنت كيف حصلت على هذا الجواز؟ وشنو اللي كتبوه؟ هل كتبوه دبلوماسي؟ هل كتبوه عضو في مجلس النواب؟ لو كتبوه مثلا راقصة في جواز سفر دبلوماسي، يعني الشيء يعني غريب جدا وغير معقول جدا على الإطلاق. يعني ما شفناه بأي دولة بالعالم ممكن يحصل مثل هذا الخلل الكبير. معنى أيضا هناك الرقابة محدودة معناها، وهناك انتهاك للرقابة، وهذا يتعلق أيضا بأمن البلد، لأن ممكن أي إنسان حتى على رصانة الجواز لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية يحمل جواز سفر دبلوماسي، ممكن يسيء للعراق خارج العراق، أو يهرب، أو ينتهك القوانين، أو غيرها من الأمور، لأن الدبلوماسي عموما لا يخضع للمساءلة، وبالتالي هناك مشاكل كبرى في الواقع يفترض أن تنتبه وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة، وحتى وزارة الداخلية ودائرة إصدار الجوازات. نعم. اللي هي مثل ما قلنا إلكترونية لهذه الظاهرة الخطيرة، ويتم محاسبة الجميع. ممتنة كثيرا لك على حضورك معنا عبر سكايب من عمان، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل حسين، شكرا جزيلا لك.